سيادة المستشار، يعني بنسمع عن مكاتب استشارية للطب الشرعي خاصة، ده ايه دورها؟ وهل ممكن الشخص مثلا اللي بيشك في انه الورقة دي مزورة ان يلجأ ليها للاطلاع والاطمئنان قبل ما يطعن بالتزوير امام المحكمة علشان ما يتحملش مسؤولية ولا ايه؟ في الدائم والمعتاد ان اهل الخبرة بمجرد الانتهاء من التعيين في الأماكن معينة النهاردة مثلا زي مجال الطب الشرعي، أبحاث التزييف والتزوير، أيا كان المجال، أدلة جنائية وما إلى ذلك، فبيبقى ليهم الخبرة الغير عادية في مجال والنشاط المتعلق بيهم كأهل خبرة. فبالتالي بعض منها يقوم النهاردة بعمل مكاتب استشارية للبحث في صحة المستندات المقدمة. أنا عندي تقرير جاي لي في الوقت الحالي بيكلمني عن جريمة قتل، وهذه الجريمة وما هو مدون على لسان الطبيب الشرعي مثلا على سبيل المثال في المسافة في تأثير المقذوف داخل روح المجن عليه، فأثر المقذوف على فارق المسافة مع العظم المتعلق بالمجن عليه وخروج المقذوف أو عدم خروجه، حاجات كتير فنية طبية علمية لا أعلمها أنا كدفاع متعلق بالمتهم ولا يعلمها المتهم، ولكن لثقة الدفاع من براءة ساحة المتهم من التهمة المسندة إليه فبيعرض الأمر لذو الخبر. طب أنا عايز أروح الطب الشرعي أقول له بعد إذنك لو سمحت شوف لي الموضوع ده سليم، الدكتور ده كاتب الكلام ده صح ولا غلط ولا إيه الوضع. فبالتالي أصبحت هناك بعض من المكاتب الاستشارية بيفتحها كبير أطباء الشرعيين أو أطباء الشرعيين بعد إحالته للمعاش، بعد الإحالة للمعاش من موجب أنه أهل الخبرة، فتعرض له التقارير. فإن كان له آراء مخالفة لما هو وارد بالتقرير فكان واجبا عليه أن يقوم بتحرير تقرير استشاري ويودع في هذا التقرير وصف كامل لما هو وارد في أوراق الدعوة ووصف كامل للمذكرة اللي كانت مقدمة من النيابة موجهة لمصلحة الطب الشرعي الأصلية اللي أصدرت التقرير، وبرضك وصف كامل إلى الأخطاء الواردة في تقرير الطب الشرعي اللي هو صادر من مصلحة الطب الشرعي وتقديم الأدلة العلمية عليها داخل التقرير. بيعتد بيه الكلام ده داخل التقرير طبقا لنص القانون، فإنه يجوز الالتجاء النهاردة للخبير الاستشاري باستشارة المحكمة أو إحضار ذلك التقرير، والمحكمة بتاخده النهاردة كشيء استرشادي بالنسبة لها، ومن خلاله ممكن تعيد من جديد أي إجراء من الإجراءات اللي موجودة إذا اقتنعت بما هو وارد في التقرير الاستشاري المقدم. يعني إذا كان النهاردة في قصور صادر من مصلحة الطب الشرعي في تحليل شيء في أمر ما، ففي الحالة دي بتبدأ المحكمة تعيدها مرة أخرى للبحث في الإجراء المقدم. إذا كنا في أبحاث تزييف وتزوير وأنا قلت الكلام ده خطأ النهاردة كاستشاري لأن النهاردة في الجرات الخطية مش واضحة أو الجرات الخطية واضحة أو النهاردة الأجهزة قالت كذا أو كان في تقنية علمية ممكن تقدمها على الجهاز الفلاني للبحث فارق ما بين الصلب وما بين التوقيع والفارق الزمني وما إلى ذلك، فده بيبقى استرشاد للمحكمة، وفي تلك الحالة ممكن للمحكمة لاستضاح الأمر أن تقوم باستدعاء الخبير وتبدأ أو الطبيب الشرعي وتبدأ تسأله النهاردة في صحة ما هو وارد وتواجهه بالتقرير الاستشاري اللي وارد، ويجوز لها إعادة المأمورية مرة أخرى. سيادة المستشار، يعني أنتوا دايما بتنصحوا مثلا بالنسبة لصلاة الأمانة تحديدا إذا كان لازم يتكتب الثلاث أفراد الساحب والمسحوب والمستفيد والمبلغ إنه ده كله يتملي في نفس لحظتها، ما فيش حاجة يعني نوقع بالإمضاء التوقيع ونسيب المبلغ ليه؟ أولا هو الجريمة هي جريمة التبديد، تمام، وخيانة الأمانة. استلمت أمانة لتوصيلها إلى فلان، استلمت مبلغ من المال لتوصيله إلى فلان. بهذه الأركان الواردة في نص المادة الخاصة بينا تكونت الجريمة. أصلها الأول هو الاستلام، صحيح، ركن المادي الخاص بيها هو الاستلام. فإذا قمت بالتوقيع على إيصال الأمانة بدون إسمات المبلغ يبقى بالتالي أنا لم أقم باستلام، وأن إيداعه في الإيصال كان تاليا على التوقيع، فبالتالي فقط فأصبح ركن الأساسي الخاص بجريمة خيانة الأمانة غير متوفر بأوراق الدعوة وهو ركن التسليم، وأصبح عبء إثباتي أنا كدفاع خاص بالمتهم أن أثبت أن هذا المبلغ
قد أودع في الإيصال بعد التوقيع، وأن أصل هذا الإيصال كان من الأساس هو موقع على بياض، فبالتالي بيقوم بالطعن بالتزوير على المستند المقدم أمام مصلحة الطب الشرعي على الفارق الزمني ما بين صلب الإيصال وما بين التوقيع الواقع. هنا بيفقد القوة الجنائية، الحماية الجنائية، وبيبقى دين مدني. وقت ما بيجي حضرتك في تلك الحالة أن ما هو ثابت في الإيصال أو ما ثابت من توقيع كان سابقا على تحرير المبلغ أصبح في تلك الحالة براءة وليس الدين مدني. براءة؟ براءة، لأن مخالفته لنص المادة. يعني أنا لو أثبت أنه فعلا الإيصال اتملى بعد التوقيع يبقى براءة. تمام. إذا ثبت بقى من خلال الورق أن الإيصال محرر بشخصين، استلمت أنا فلان الفلاني مبلغ 100,000 جنيه من فلان الفلاني وانتهى الأمر على هذا الإيصال ولم يتواجد الطرف الآخر، أصبح في تلك الحالة براءة المتهم من الشق الجنائي وحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لأنه ما أصبحش عقد من عقود الأمانة وأصبح عقد قرض. يعني هو لازم ثلاث أشخاص، لازم يكون ثلاث أشخاص علشان أداء الأمانة. يعني أنا استلمت من حضرتك علشان أسلمه لفلان، عشان أسلمه لفلان. أما إن استلمت مني أنا مبلغ من المال وانتهى الأمر في الإيصال، ده ما يعتبرش إيصال؟ ما يعتبر إيصال، ولكن إيصال استلام قرض. سلف مني 100,000 جنيه كسلف وليست لأداء الأمانة الخاصة به، فبالتالي بيبقى النهاردة في براءة، ولكن لك الحق في المال بس من الناحية المدنية بدعوى مطالبة، لكن الحماية الجنائية، الحماية الجنائية في خيانة الأمانة طبقا لنص المادة، في تبديد ما قدم إلي لتوصيله إلى فلان الفلان. يبقى فقد الحماية الجنائية، فقد الحماية الجنائية وتحول إلى دين مدني. طيب سيادة المستشار، برضو إحنا بنتكلم عن جريمة التزوير، هل الجريمة دي بتسقط بالتقادم؟ الجريمة دي بتسقط بالتقادم في حالة الجنحة في نفس التقادم العادل بقول أكثر من 3 سنوات على ارتكاب الجريمة، وبالتالي بتكون النهاردة زيها زي أي جريمة، يعني ما فيش حاجة بالنسبة لها تديني النهاردة عدم السقوط. أي جريمة موجودة بتنقضي بمضي المدة وتسقط بمضي المدة في آخر إجراء تم في الدعوة. يعني لو شخص عالم النهاردة بأن هذا المستند المقدم بالنسبة له هو مستند مزور وما إلى ذلك، وقدم وثبت من أنه قد مر أكثر من 3 سنوات من تاريخ العلم المتوفر به النهاردة ولم يكن بتحريك ده، أصبح النهاردة تسقط بمضي المدة بالنسبة له وليست له الحق في رفع الدعوة. طيب يعني أدلة الإثبات، يعني بنسمع عن حاجة اسمها دليل الإثبات ودليل النفي في الجنائي ده تحديدا، ايه المقصود بالحاجات دي؟ البينة على من ادعى، البينة على من ادعى. انا بدعي في الوقت الحالي ان فلان الفلاني خان الامانة وقام بالاستيلاء مني على مبلغ من المال، بقدم المستند المقدم بالنسبة لي كدليل إدانة على هذا الشخص. اذا كان هناك ما يبرئ ذمتي من ذلك المستند امام برفقة النهاردة المتهم، فيقوم النهاردة بتقديمه كدليل لبراءة المتهم مما أسند لي من الاتهام النهاردة، عن طريق النهاردة إقرار بأن المستند الأصل الخاص بإيصال الأمانة اللي كان موجود برفقتي قد تم فقده، وأنني قد استلمت المبلغ الخاص بي الخاص بإيصال الأمانة وأصبحت ذمة هذا الشخص بريئة من ذلك وقمت بالتوقيع عليه، أقدمه كدليل لبراءتي التهم المسندة، فأصبح هذا دليل للإدانة وهذا دليل للبراءة وما إلى على تلك الشاكلة. نبدأ نقيس الإجراءات الخاصة به لكل من الأدلة على إثبات الجريمة أو نفي الجريمة، المتهم ينفي الجريمة والمجني عليه يقدم ما يثبت النهاردة الجريمة، وبيساعده في تلك الحالة الشرطة والإجراءات الشرطية والنيابة هي الممثل الأصلي للدعوة العمومية. طب أيهما أقوى، الدليل الكتابي أم شهادة الشهود؟ شهادة الشهود هي أحد وسائل الإثبات الخاصة بنا، أحد وسائل الإثبات، والدليل الكتابي هو أحد وسائل الإثبات، ولكن الدليل الكتابي هو الأقوى دائما وأبدا من شهادة الشهود، لأن الشاهد في أصل الشهادة وفي أصل النهاردة الدعوة يجب أن يكون له شروط، وممكن الطعن في شخصية الشاهد وممكن الطعن في شهادته وما إلى ذلك. أما المستند المقدم ومكتوب مباشرة بما هو مقدم بيثبت أو بينفي جريمة ما أو وضع ما، فهو الدليل الأقوى دائما وأبدا من أدلة الإثبات.
يعني الكتابة أقوى يا فندم. الكتابة هي الدليل الأقوى، إن لم تقم بالطعن عليه أصبحت حجة على من وجهت ضده. أما لو النهاردة الكتابة ديت النهاردة مزورة عليا، هنرجع لأصل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، يطعن بالتزوير ويطعن بالتزوير على المستند، ونروح أبحاث التزييف والتزوير ويثبت بقى أنه مزور وما إلى ذلك. أما إذا هو ما طعنش وما جحدش المستند المقدم فأصبح حجة عليه كمستند وما هو مكتوب في داخل ذلك المستند تجاه هذا الشخص. طيب يعني حضرتك بتنصح بالنسبة لكتابة العقود بصفة عامة، ايه هي اهم البيانات اللي واجب تدرج في العقد يعني علشان الواحد يحمي نفسه، علشان ما يقعش تحت دائرة ان الشخص اللي بيبيع ده شخص يعني ممكن يبقى مش المالك، تنصحه بيه فهم؟ اول جزئية هو الحصول على صور رسمية من او اصول جميع مستندات الملكية، وقبل منها البحث عن صحة المستند المقدم. يعني لو في أيلولة ملكية لأكتر من مستند مقدم برجع لأصولهم، لو مسجلين شهر عقاري برجع لأصولهم كشهر عقاري فعلا. يعني أنا ممكن أطلب من الراجل اللي هيبيع لي الشقة مثلا أقول له هات لي صور سندات الملكية، مباشرة بنتقل للشهر العقاري إن كانت مسجلة أتأكد من صحتها، وإن لم تكن مسجلة وكان معمول بها دعوى صحة توقيع أتأكد من صحة الأختام الموجودة، بأن بالفعل في هناك دعوى صحة توقيع كانت مرفوعة. اتنين، ان انا اتحقق من شخصية البائع اللي موجود بالنسبة لي، فبالتالي علشان اتحقق منها بتحقق من موجب البطاقة القومي اللي موجودة معايا ومقارنتها بما هو وارد في هذه العقود. ثلاثة، ان انا اتأكد من ان هذا المالك يمتلك الحصة المبيعة. واحد بيبيع لي شقة في عمارة، ممكن يكون في شراكة ما بينه وما بين آخرين، يبقى لازم اتأكد ان الشقة دي هي بالفعل تابعة لهذا الشخص وبالتالي النهاردة بتحصل عليه. انت مكنت بأي كانت العلاقات يعني التأكد من صحة البطاقة الواردة بالنسبة لي الخاصة بفلان الفلاني هي نفس صورة الشخص اللي موجود على البطاقة اللي موجود عندي، يبقى بالتالي أصبح من قام بالتوقيع أو النهاردة التعامل معايا كبائع توقيع سليم. في كتابة العقود بنصح لا يجوز كتابة أي عقود بيع أو شراء أو إيجار أو أي شيء إلا بالوصول لمحامي. صحيح، يعني انت بتدفع يعني تحويشه العمر زي ما بيقولوا، ايا كانت بقى اللي انت بتقدمه كتير صغير كبير، ايا كان المبلغ اللي انت بتحطه، بل قد يكون ما تقوم بالتوقيع عليه مرتبط بدنيتك بالكامل او حياتك حتى العلاقات الاسريه. لو النهارده في خلاف ما بين زوج وزوجه وهنتم التوقيع على بيانات كتابات النهارده البيانات الخاصه بالاتفاقيات النهارده ما بين الاسر وما بين الاشخاص في البيع والشراء وفي التاجير وما الى ذلك، يجب ان يكون بكتابتها أهل الخبرة وهو المحامي اللي بيكون النهاردة فاهم إيه اللي بيتكتب. فبالتالي أنا ما اكتبش النهاردة عقد مني لنفسي ولا أعمل ورقة مني لنفسي، لازم أروح لمن يتمتع بالسمعة الجيدة النهاردة بكتابة هذه العقود، نشاطه من الأصل مجال العقود، وأبدأ إن أنا النهاردة أدهوله علشان النهاردة يحط لي فيه كل ما يؤمن حياتي أو مالي اللي أنا بودعه. صحيح. يبقى بالتالي أهل الخبرة اللي تكتب. اتنين، أتحصل على أصول جميع المستندات المقدمة، صورة أصلية من البطاقة، أنا بقى كعبد الناصر بضيف إليها شيء آخر. دائما وأبدا مع التقدم العلمي اللي احنا موجودين فيه أحاول دائما وأبدا أن أقوم بتوثيق واقعة كتابة العقد صوت وصورة. توثيق واقعة العقد صوت وصورة. أنا في الوقت الحالي بعمل تعاقد ما بيني وما بين فلان وفلان، ده أمر مهم ده يا فندم. ما هو أنا ممكن الشخص اللي يكون معايا بيبيع يكون مزور البطاقة، ما هو ده التزوير. أيوة، لما هاجي أحضر قصاد المحكمة مين اللي النهاردة يتهم بالتزوير؟ المشتري. ما أنت مش هتعرف تجيب اللي بعلك فيقولوا ان انت اللي زورت. لا، ده انا كاتب وادي حضرتك شخص اللي زور لي واللي قدم لي المستند واللي اثبت نفسه ان هو بائع، وادي الصوره بتاعته، وادي حضرتك مجلس العقد اللي تم ما بيني وما بينه، وفي اثناء مجلس العقد حضر المحامي فلان وبدا ينطق النهارده بصيغه العقد بالكامل واقراه بالكامل اثناء المجلس، وموجود حضرتك فلان هو بيسمع حضرتك هذا الحديث وبيقوم بالتوقيع مباشره قصادك هو على العقد.
يبقى أنا النهاردة برأت نفسي من جريمة التزوير ومن جريمة الاستيلاء على المال ومن الخلاف اللي ممكن يوصلني النهاردة أن أنا أبقى في يوم من الأيام متهم قصاد محكمة الجنايات النهاردة في جريمة التزوير في محرر رسمي أو محرر عرفي. فبالتالي التوثيق ده بقى الاستخدام العلمي اللي احنا موجودين. طب التوثيق ده يجوز قانون يا فندم الاستناد ليه ولا على سبيل الاستدلال؟ على سبيل الاستدلال بالنسبة لي في حالة لا قدر الله إذا كانت هناك أحد المشاكل الخاصة، يعني اللي افترض أن أنا ببيع وبشتري مع سيدة من السيدات أو أحد الشخصيات وطعن في صحته وفي المستند المقدم النهاردة في صحة هذا الشخص وأنه كان مريض مرض الموت. صحيح. طب ما هو الصورة هي بتبين ان هي من تقوم بالتوقيع معايا السيدة فلانة الفلانية وانها بصحة جيدة وتقوم بالتوقيع مباشرة على المبلغ وبتكون بتوقيع على العقد، فبالتالي خرجت من التوجيه الموجه ضدي في الطعن في العقد المفروض. وخصوصا زي ما بنسمع عن مافية الاراضي والناس اللي هي بتبيع املاك الغير، فافضل حاجة الاطلاع فعلا على المستندات مسبقا واللجوء للشخص قانوني، يعني الاطلاع على جميع المستندات، وفي بعض من الأحيان بيكون في صعب عليك تستلم أصل المستند. صحيح. يعني في حالة إن أنا في الوقت الحالي بشتري شقة موجودة في برج فأنا باخد منه صورة عقد الملكية والعقد السابق له والسابق له والسابق له وصورة من الرخصة المقدمة بالنسبة لي أن هذا المكان مرخص في المباني. لما باخد الصور الضوئية دي كلها فكان واجبا علي طالما في زميل محامي قاعد النهارده بيكتب ان يقوم باخبار المالك بالتوقيع على جميع الصور الضوئيه المقدمه على اعتبار انها صوره تبقى الاصل من العقد الاصلي المقدم لبيع فلان الفلاني للعقد الفلاني ويمضي يبصم عليه. ولو كان بيتضمن اكتر من ورقه يا فندم، حضرتك بتنصح التوقيع على كل ورقه؟ كل ورقه، حتى في العقود نفسها الداخليه في خطر قائم كبير جدا، وده اللي بيتعمل لما بيكون ما فيش محامي موجود. واكثر المشاكل بتحصل فعلا يا فندم نتيجه لعدم الوعي القانوني عند ابرام العقود. ما انا بدفع مليون جنيه النهارده سيف شقه، مليون جنيه شقه عمري اللي انا حاطه، وبالتالي بخلت ان انا هدفع النهارده لزميل محامي مبلغ من المال عشان يكتب، فاروح انا اكتب العقد سليم ومكتوب 100 100 مفيش ادنى او اجيبه مطبوع من المكتبه مثلا. لا دي مشكله ثانيه، عقد مكتوب بثلاث اربع ورقات، اجي انا في النهايه اروح النهارده ماضي كمشتري على اخر ورقه واجي البائع يمضي لي على اخر ورقه، واخر ورقه دي موجود فيها بندين يقعوا على اي عقد من العقود، يجي النهارده المالك يروح شايل الثلاث ورقات الاولانيين مغيرهم بورق تاني لشقه تانيه لمكان تاني لمكان ارض وما الى ذلك، وبيبدا النهارده يقول لك ان هو غير خاص بالمكان اللي عاوز يشتري. يعني حضرتك تنصح الاطلاع جيدا على المستندات واللجوء الى اهل الخبره زي ما بنقول. في نهايه حلقتنا يعني بنتقدم بالشكر لسياده المستشار عبد الناصر فايد المحامي بالنقد والدستوريه العليا، اكيد شرفتنا يا فندم. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، بقدر الامكان حاولنا نغطي موضوع الطب الشرعي وكدليل اثبات، وفعلا زي ما بناكد انه اللجوء لاهل الخبره هام جدا، وبتحديدا في عمليات البيوع والشراء. شكرا لحضراتكم وتصبحوا على خير.